أستاذ روان، إيران تماطل مرة تقول إن الوكالة خاضعة للضغوط الإسرائيلية تحديدا، ومرة تقول إنها تريد ضمانات من الولايات المتحدة بأن يلزم الرئيس الحالي، الرئيس الذي يلي من بعده يخلفه في المنصب، ألا تنسحب إيران. هذه الأسباب كم هي تبدو منطقية بالنسبة للولايات المتحدة، أم هي غير منطقية بالمرة؟ ما تحت الطاولة ما تحتها. نعم، تحية لك ولضيفك وللمتابعين. هي غير منطقية إلى حد أنه أصبح هناك اقتناع كامل هنا في واشنطن ومع الإدارة الأمريكية وعلى طرفي الكونغرس، إن كان حزب جمهوري أو ديمقراطي، أن إيران تحاول أن تماطل وأن تشتري قدر الإمكان من الوقت. وهناك نوع من التخوف والمعرفة التراكمية التي اكتسبتها إيران خلال هذه الفترة الماضية، يعني حتى مع توقيع، في حال كان هناك اتفاق جزئي أو اتفاق شامل، إيران في هذه المرحلة مع المراحل المتقدمة من تخصيب اليورانيوم التي وصلت إليها، هناك معرفة تراكمية لا يمكن التراجع عنها. يعني أصبحت تعرف الآن كيف يمكن أن تنتقل من مرحلة النووي لأغراض سلمية إلى أن تحصل على قنبلة نووية، ولكن هذا خط أحمر بالنسبة لإدارة بايدن وحتى روبرت مالي. في عدة جلسات استماع في الكونغرس أقر وأعاد أنه لن تسمح الإدارة لإيران بأن تحصل على قدرات أو مقدرات القنبلة النووية، وهو أمر يعني بشكل أو بآخر خلال خطاب السيد رئيسي في الجمعية العمومية تحدث عن هذه الأسباب وحاول أن يأتي بصورة قاسم سليماني، ولكن غاب عن الخطاب بشكل كامل الاحتجاجات في إيران بسبب مقتل. نعم أستاذ روان، هذا موضوع آخر، ولكن ما هو غير مفهوم إذا كانت الإدارة الأمريكية وكل الغرب يعرف. هو ليس موضوع آخر، هو مرتبط فقط، اسمحي لي حتى نركز على النوع، على موضوع الحقوق. نعم. الإنسان، ما هو مرتبط هذا الأمر، فقط اسمحي لي أن أوجه السؤال، أرجوك أستاذ روان.